لماذا تكفرني يا صديقي عم الاحظ مجموعه صغيره من احبائنا المسلمين عن جهل يهاجموننا بشكل مستمر بدون ما يسمع او يقرا او يعرف لكن لمجرد الهجوم فاريد ان اقول لهؤلاء انا احترمك لكن ارجوك لا تلعن بقولك لعنه الله على الكافرين للاسباب التاليه نحن لسنا كفره بل نؤمن بالاله الواحد ونحن نؤمن ان لا شريك له ونحن نؤمن انه الاله الخالق والقدوس المخلص والفادي والحي القيوم والعالم بكل شيء والحاضر في كل مكان وزمان وهو الاله الغير محدود وهو على كل شيء قدير ثم نحن نؤمن انه الاله الرحوم والغفور والمحب ايضا فاذا نحن لسنا كفر كما تدعي لاننا نؤمن بوحدانيه الله اي الله جل جلاله واحد لا شريك له ثم نحن نفتخر ان نتمثل بالمسيح بالمسيح الكامل فهو الوحيد القدوس بلا خطيه وعقيدتك تشهد لكمال المسيح غلاما زكيا وانه الوحيد من كل البشر لم يستطع ان ينخسه الشيطان فالمسيح شخصيه عجيبه فريده متميزه واحده من نوع لا يوجد له اي مثيل لم تظهر شخصيه في كل التاريخ مثل المسيح فهو الوحيد الذي ولد من عذراء وهو الوحيد الذي تمت فيه مئات النبوات عندما تدرس سيره حياته واخلاقياته ومعجزات الخارقة وتعاليم المتفوقة لا تقارن مع أين بآخر أو حكيم انظر كيف تعامل مع نوعيات كثيرة من المجتمع مثل الأبرص والأعمى والنساء والأطفال حتى الأعداء فكيف نكون كفرة باتباعنا الشخصية المتفوقة على الجميع. ثالثا: نحن لسنا كفره لان كتابك يشهد لنا بقوله: يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فالسؤال هنا من هم اتباع المسيح نحن المسيحيون من هم الكفره انت تحتاج ان تجيب لاحظ معي يقول فوق الذين كفروا الى يوم القيامه فلماذا تكفرنا اوليس موجودا ايضا في كتابكم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأيضا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فكيف نكون كفرة وأنت مطالب أن تسأل وتبحث وتعرف لماذا لا تقرأ الكتاب المقدس يا صديقي شيء رابع لماذا تكفر وتلعن هذا ان دل على شيء يدل على ضعفك تذكر نحن كشرقيين درسنا كتابك والحديث والتاريخ العربي فلا تلغي عقولنا كاننا لا نعرف شيئا عنكم ثم هل من الاسهل ان تهاجم من ان تعرف الحقيقه وتبحث بها عاده يكون الهجوم اخفاء حقيقه معينه تعبر عن ضعف الهويه او الشخصيه واحيانا تكون بسبب الجهل واحيانا بسبب الكبرياء اذ تدافع عن عقيده بدل ان تبحث فيها وفي حقيقتها وكثير من المرات يكون الهجوم بسبب اخفاء خطيه او ضعف معين فمعرفه المسيح القدوس تفضح القلوب المظلمه كما هو مكتوب وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة في يوحنا الإصحاح التالت. ثم تستخدم عبارات كثيره مثل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد عن من يتحدث هنا وما هو مصدر هذه الايه هل يقصد بها المسيحيون ام ديانه اخرى وهل يؤمن المسيحيون ان الله يلد وله صاحبة هذا كفر وهراء وكذب ونحن بعيدون كل البعد بل بريئون كل البراءة عن هذه الأفكار السخيفة والمظلمة وعندما تقول محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأنه أشرف خلق الله تحتاج أن تسند وتقول أنا أؤمن للأسباب التالية وتثبت تفوقه وإعجازه إلى آخره. وقولك أن الدين عند الله والإسلام ينبغي أن تقنع وليس أن تهاجم وتتكلم بأسباب منطقية التي تثبت إيمانك وعقيدتك وأن تثبت ما هو الجديد الذي أتى به الإسلام. وان تثبت تفوق محمد على سائر الانبياء. لكن ان عجزت فاسهل الطرق هو رمي الكلام بتعصب وبدون محاسبه والكلام ليس عليه ضريبه. اما بالنسبه لنا مكتوب بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحه في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر رساله بطرس الاولى اصحاح ثلاثة ثم نحن نتمثل بالمسيح مكتوب لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه مكر الذي اذ شتم لم يشتم عوضا واذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل كما ترى ايماننا واضح وعلني وتمسكنا بالمسيح لانه هو مخلصنا واحبنا وبذل نفسه من اجلنا ثم لا تلعن لانك يوما ما ستقف امام الديان وفي كتابك المسيح هو الديان وسوف تحاسب على كل كلمه بطاله خرجت من فمك اليس مكتوبا في كتابكم عن المسيح وجيها في الدنيا وفي الاخره ومن المقربين ومذكور عنه ايضا انه حكما مقسطا حذار ثم حذار ان تستهين بالمسيح ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباة في روميا إصحاح اثنين ثم هل هذا هو أسلوب إنساني هو أن تكفر وأن تلعن أو ليس أفضل أن تتكلم بالسيرة والموعظة الحسنة لكن دعني اقول لك في الختام. لقد علمنا المسيح ان نحب وان نقدم حياتنا للاخرين. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه ثم مكتوب لا تجاز احدا عن عن شر بشر. معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب وايضا باركوا ولا تلعنوا انت تلعن لكننا نقول ربنا يباركك. أنت تعادينا لكننا نقول نحن نحبكم. وأختم بقول المسيح: وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وأيضاً تامل معي القانون الذهبي ليسوع المسيح فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم لان هذا هو الناموس والانبياء والرب يباركك وصلاه ان يفتح الرب عينيك وقلبك تواجهه الان كمخلص قبل ان تواجهه يوما ما كديان لانه مكتوب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي كما هو مكتوب فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل، اسمع لانه اقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا عزيزي هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان يوم خلاص تعال الى المسيح واقبله لتنال الحياه الابديه من فضلك خليني اسمع منك والرب يباركك